السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى ونشكره على هذه الخيرات المتتاليات. صمنا رمضان الكريم وقمنا لياليه المباركة وختمنا القرآن العظيم وأخرجنا زكاة الفطر، وها نحن داء ولله الحمد والمنة في استقبال عيد الفطر السعيد أهله الله علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخيرات والبركات وبالسلم والأمن والأمان والمغفرة والرضوان، وجمع الله شمل المسلمين وأعادهم إلى سابق عزهم وسالف مجدهم، وحفظ الله تعالى سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه وأهل عليه هذا العيد السعيد بالأفراح والمسرات. نسأل الله تعالى أن يديم علينا الخيرات والبركات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أيها الأحباب الكرام، هل العيد السعيد وهل هلاله المبارك، والحمد لله الناس في نعمة وفي فرح وفي سرور. وغدا بإذن الله تعالى سوف نستعد لحضور حدث كبير، وهو صلاة العيد التي تقوم أو تقام في المصلات أو في المساجد الكبرى. ربنا عز وجل شرع هذه الأحكام الربانية للمزيد من القرب من الحق عز وجل، وهذا فضل من العليم القدير الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا من عظيم من عند الرحمن، لقد من الله على المؤمنين، هذا من عظيم، بعث فينا رسول من أنفسنا يتلو علينا القرآن الكريم ثم يزكينا ويدعو لنا بالرحمة والهداية ويعلمنا الكتاب والحكمة. فمما علمنا النبي الكريم في هذا العيد السعيد أن الإنسان يستعد لحضور صلاة العيد. صلاة العيد تبدأ بالتكبير، منذ أن تشرق شمس الصباح نبدأ في التكبير، نرفع أصواتنا بالتكبير لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سلفنا الصالح في عهدهم كان صباح العيد كتسمع التكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، الله أكبر الله أكبر. وهكذا يستمر السلف الصالح في رفع أصواتهم بالتكبير. هكذا سوف نفعل إن شاء الله تعالى غدا في مصليات العيد على امتداد المملكة الشريفة، حيث الاستعدادات قائمة منذ أيام من طرف المسؤولين على تدبير الشأن الديني
من وزارة الأوقاف والمندوبيات مختصة بالشؤون الإسلامية ورؤساء المجالس العلمية بالتنسيق مع المسؤولين في الجماعات وفي الأقاليم الحضرية، كلهم يجتمعون ويهيئون الأرضية المناسبة والمكان المناسب لاستقبال وفود الرحمن. وفود الرحمن تتقاطر على مصليات العيد. ماذا نفعل أيها الأحبة الكرام؟ أول شيء أننا في هذه الليلة أو في صباح العيد نحرص على أن نغتسل ونتطيب ونلبس أحسن الثياب، وجميل أن يكون الثياب أبيضا فيه تفاؤل بالخير. ثم من السنة النبوية الشريفة أننا قبل أن نخرج إلى مصلى العيد نأكل ما تيسر من الطعام، نفطر أولا على تمرات أو على غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد، عكس عيد الأضحى كان النبي الكريم يخرج بلا إفطار، حتى كيرجع عاد كينحر عاد كيفطر. ولكن في صلاة عيد الفطر كنفطر هو الأول عاد نمشيو للجمع، على الأقل نفطر على تمرات، كان النبي الكريم يفطر على تمرات وإن لم يجد حسوات من ماء. ثم نقصد المصلى، فالصلاة ينبغي أن تكون في مصليات العيد في الأماكن المفتوحة ما كاينش فيها البنايات. لكن إذا تعذر، إذا كان هناك مطر أو إذا كان هناك ازدحام أو إذا كان هناك عجزة، فكاين بعض التسهيلات أفتى بها بعض العلماء، وهو كبريات المساجد في المدينة ممكن أن نصلي فيها، لأن ليس كل الناس يقدرون للخروج إلى المصلى، فهناك العجزة وهناك المرضى وهناك من لا يتوفرون على وسائل النقل، فالمسؤولون جزاهم الله خيرا يفكرون في هذه الإكراهات ويفتحون كبريات المساجد لكي تكون مثل مصليات العيد. وإلا فإن السنة أن نذهب إلى المصلى الذي هو خلاء منظم ما فيه بنايات، ومن السنة أن نذهب من طريق إلى المصلى ونعود من طريق آخر. لماذا؟ لأن الطريق يشهد لك يوم القيامة، كل ما مررت عليه من حجر أو شجر إلا ويسلم عليك ويستغفر لك الرحمن عز وجل. فمن السنة أن نغير الطريق، إذا ذهبنا من طريق نعود من طريق آخر. ثم حينما نذهب إلى المصلى جميل أن نصطحب معنا النساء، زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، ونصطحب أيضا الأطفال والصبيان دون استثناء، حتى الحيض والعواتق ودوات الخدور كما جاء في الصحيح أنهن أيضا يحضرن لمصلى العيد، ولكن دون أن يختلطوا بالناس، فقط يسمعن دعوة المسلمين. ففي الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، نخرجهم معنا، العواتق البليتات بقى عاتقة، ودوات الخدور تدك المحجبة ديك اللي ما كتخرج النار العيد تخرج، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، المرأة الحائض تبقى في الهامش لأنها غير طاهرة، ولكن طاهرة بإيمانها ويقينها فتشهد دعوة المسلمين. الصلاة ديال العيد جميل أن نذكر بها رغم أن الكثير الناس يعرفونها، ولكن نذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلاة العيد هي ركعتان كنصليهم مباشرة بعد بزوغ شمس يوم العيد، ضحى العيد، غير كتبرز الشمس ديال الضحى فالناس يجتمعون في المصلى. الحمد لله كيكون في كل مصلى كيكون الإمام الرسمي، هو المفروض أن يكون إمام المسلمين، وإمام المسلمين هو أمير المؤمنين. لكن أيام زمان كانت المدينة المنورة محدودة وكان المسلمين متجمعين فيها، فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامهم. اليوم مثلا في مغربنا العزيز لا يمكن أن نقيم صلاة واحدة، في كل إقليم نقيم صلاة، في كل إقليم، بل حتى مثلا بعض الجهات الكبرى بحال الدار البيضاء فيها تبارك الله 11 عمالة وإقليم،
لا يمكن أن نقيم فيها صلاة واحدة، كل إقليم بوحده، كيكون مثلا أنفا، الحي الحسني، عين الشق، البرنوصي، سيدي عثمان، مولاي رشيد، عين السبع، الفيدة، مر السلطان، كل إقليم راكي عنده كثافة سكانية تتجاوز 1.5 مليون إلى 2 مليون ديال السكان، ما يمكن أن نزيد عن هذا العدد. فيصلي من؟ يصلي رئيس المجلس العلمي داخل كل إقليم أو من ينوب عنه. أما أمير المؤمنين ملك البلاد فإن صلاته تكون أيضا رسمية ويحرص عليها، وهذا دأب عليه الملوك العلويون منذ قرون وقرون. لا بد أن يحضر السلطان ويحضر في العاصمة ويصلي، أو ممكن أنه يعطي نيابة لأحد العلماء والفقهاء أو والمسؤولين على الشأن الديني يقيم الصلاة، ويحضر المسؤولون الكبار في واحد الاحتفالية جميلة تعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. فالصلاة هي أنها ركعتان، في الركعة الأولى الإمام كيكبر 7 تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هكذا 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام بوحدة يعني المجموع هي 8، ثم يصلي الركعة الأولى صلاة عادية ويصليها بالجهر، وفي الركعة الثانية يصلي 5 تكبيرات، كبرت 5 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، 5 تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام، 5 ديال التكبيرات. إذن فالركعة الأولى فيها 7 والثانية فيها 5. والقراءة أن الإمام يقرأ بسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. هذه السنة النبوية التي دأب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم نستمع إلى خطبة العيد. طبعا الاستماع للخطبة هو سنة غير واجب، فمن سمع وحضر وانتبه له أجر وله ثواب عظيم، لكن من كان عنده شغل أو كان مستعجل فلا حرج عليه، لكن ضيع أجر وتواب عظيم. والخطبة عادة ديال الإمام كتكون فيها مواعظ عامة، أنه كيتكلم على قضايا تجمع شمل المسلمين، يذكرهم بالله عز وجل ويأمرهم بأن يتقوه ويخشونه ويستمروا في الطاعة بعد رمضان. الطاعة لا تكون فقط في رمضان، وإنما تستمر طيلة العمر إلى لقاء الله تعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم يأمر الإمام عموم الناس بالتراحم فيما بينهم والتعاطف فيما بينهم وإبداء السلام، إفشاء السلام فيما بينهم، وأن يحافظوا على سلامتهم وعلى أمنهم، وأن يزدادوا إيمانا ويقينا. عادة كتكون خطبة عامة وشاملة فيها مبدأ التعاون على البر والتقوى. ثم لما تنتهي الخطبة فمن السنة النبوية الشريفة أننا نقدم التهاني بعضنا لبعض، فلابد أن يهنئ بعضنا بعضا، ولابد أن نحافظ على الابتسامة، لابد أن تكون عيننا ابتسامة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، التبسم صدقة. والنبي الكريم كان يحث صحابته على هذه السلوكات والآداب العامة، فكان يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تحبوا، حتى تؤمنوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحبوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، يكون السلام بين الناس دائما، سلم على من تعرف وعلى من لن تعرف. لطلقة مع السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك سعيد، هلا وعلينا بالخير واليمن والبركات. دائما هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقى بعضهم مع بعض يوم العيد يقولون: تقبل الله منا ومنكم. ثم هذه فرصة طيبة لكي يجتمع العائلة والأحباب
وصلة الأرحام، فهذه مناسبة عظيمة نجتمع فيما بيننا. العائلات كتجتمع، الإخوة والأخوات، أولاد الأعمام، أولاد العمات، أولاد الأخوال، أولاد الخالات، والجيران فيما بينهم. فرصة العيد هذه من مقاصده، للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة يوم لقاء ربه. لابد أن تكون هناك فرحة وإبداء للسرور والحبور، فنجتمع ونأكل أطيب الطعام وتصدقنا على الفقراء والمساكين في الفطر، زكاة الفطر، لكن لا يمنع أن نزيد، ومن زاد زاده الله في الخير والبركة. ولا ننسى الأطفال الصغار، الأطفال الصغار يكونوا فرحانين في هذا اليوم المعظم. كل واحد منا يحرص على أنه يخلي في جيبه واحد البركة ديال المال، يعطيها الأطفال الصغار هدية سرور، كتسمى هدية سرور. مرة تلقى اسمه واحد طبيب جراح، لقى واحد الرجل خضار في واحد الحي، شعبي، وكيمشي كيبوس ليه يديه، كيقول لي الشريف أي حاجة احتاجتيها أنا نعطيها لك، أنا في الخدمة ديالك، وكيعطف علي واحد العطف كبير. سولته قلت لي هذا السيد واش هو عندك به شي علاقة، واش من العائلة؟ قال لي لا، قال لي احنا كنا كنسكنوا في هذا الحي الشعبي، ونهار العيد هذا الرجل كان كيجيب صريف وكيعطي للوليدات، كيعطي لهذا وكيعطي لهذا وكيعطي لهذا، واعطاني وفرحت بعطائه ومن ثم دخل لقلبي، ودابا الان ربي كرمني واصبح طبيب جراح، وكيجي يزوره مره مره، وهو اصبح يعطيه. فزرعوا فحصدنا، ونحن ايضا نزرع لكي ياكلوا ويشربوا. دائما تكون المعاملة بالخير. ثم في هذه المناسبة الطيبة لابد أن نحرص على أن نقيم التسامح فيما بيننا، لأن العيد هو فرصة للعفو والصفح عمن أساء إلينا. شي واحد من الأحباب ديالنا اللي هو تخاصمنا معاه، إما من الجيران، إما زملائنا في العمل، هذه فرصة للتسامح، عفى الله عما سلف. يعني ما نخليوش نهار العيد تكون في قلوبنا غل أو غضب أو حب انتقام، عافى الله عما سلف. وخارج الشق على النفوس احتسبها على الله، احتسبها على الله، قل يا ربي صدقت صدقت بي على نفسي فاقبل صدقتي، تصدق بالعفو وتصدق بالصفح عمن أساء إليك. وهذا من سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قيل له يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا هو المخموم القلب. حرص يوم العيد يكون قلبك تقي ويكون نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فرصة أيضا يوم العيد أننا نتفقد الأيتام، الأيتام نتفقدهم. هناك دور الأيتام، هناك عائلات عندهم ناس فقراء وأيتام، ربما هناك ناس في السجن، ناس في المستشفيات، هناك أرامل، هناك مساكين. هؤلاء الفئات هذه فرصة لإدخال الفرحة والسرور عليهم. أي نعم أعطينا زكاة الفطر اللي هي واجبة، لكن هناك الصدقة الزائدة، هدية السرور تلقى مستمرة. زكاة الفطر محدودة، ودي تذكرة الأحباب اللي باقي ما خرجوا زكاة الفطر، راه هاد الليلة هي آخر ليلة، وخاص قبل صلاة العيد تكون خرجت، وإلا ما خرجتش قبل صلاة العيد ما بقى صالحة، كتعود صدقة من الصدقات، وهي راه سنة مؤكدة بل واجب، لأن الصيام العبدي وقيام لياليه وما قام به من عمل صالح في رمضان يبقى معلقا ما بين السماء والأرض ما لم يخرج زكاة فطره. فالزكاة هي محدودة، العلماء الأجلاء ديالنا في المجلس العلمي ببلادنا حددوها في 13 درهم، ولكن غدا مع العيد ممكن الإنسان يتوسع على الفقراء والمساكين، يعطي مما أعطاه الله تعالى. كتسمى هذه هدية السرور، كتهدي وكتوسع الإنسان هكا باش تقضي وليداتك، شري لهم حلويات، خرجهم الألعاب، عطلة يمشوا يفوجوا، اللي قدر يوسع كل ما أعطى فربنا يخلفه.
وهذا الأمر هذا مش علينا فقط هذا الإحسان للفقراء والمساكين والأيتام والأراميل، هذا ربي عز وجل شرعه على جميع الأمم في التاريخ. ربنا عز وجل كيتكلم مثلا على بني إسرائيل وكيقول لنا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا بني إسرائيل قبل الإسلام بسبع آلاف سنة، وربي عز وجل شرع لهم هذه الشريعة كيوصيهم بهذه الوصايا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نفس هذه الأوامر ربنا عز وجل قالها لنا نحن المسلمين، فماذا قال لنا أيها الذين آمنوا؟ قالنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. المسلمين ربي زادهم تكاليف أخرى، يعني يبقى كيدير الإحسان الإحسان حتى يديروا يبدأ في الأول بوالديه وبالأسرة ديالو، ثم ذي القربى يعني ولد العم ولد الخال، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجار، الجار اللي هو قريب مني، الجار ذي القربى، ثم الجار الجنب اللي هو يا أف جنبي راس الشارع، والصاحب بالجنب. كل هؤلاء نحسن إليهم، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا جهاد عظيم، الذي ينفق والذي ينشر الفضيلة والذي يدخل السرور إلى قلوب الناس، هذا جهاد. ليس الجهاد دائما هو الذي يكون في ساحة الوغى في معركة الحرب في الدماء، هناك جهاد آخر جناء أنك تبني الحياة على المودة وعلى المحبة وعلى الرحمة، وهو من أفضل الأعمال عند الله. ففي الحديث أحب العمل عند الله تعالى سرور تدخله على قلب المؤمن، أحب العمل إلى الله، الحاجة اللي كيحب الله تعالى أكثر من الصلاة وأكثر من الصيام وأكثر من الحج وأكثر من العمرة وأكثر من الصدقة، أحب الأعمال إلى الله ما هو؟ سرور تدخله على قلب المؤمن. أسأل الله تعالى أن يدخل على قلوبنا الفرحة والسرور والحبور، وأن يهل علينا العيد السعيد بالخيرات وبالبركات والمغفرة والرضوان، وأن يسعدنا وإياكم، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.